يا مشاء الأمثلة كثيرة، لكن أنا أختم بموضوع الأهلي، وأعتقد أنا تكلمت كثير حول موضوع الأهلي، للأسف ما حد يستمع لي، صح. ما حد ينتبه لي، لكن إحنا بالنهاية هذا دورنا. أنا طالبت بعودة سمو الأمير فهد بن خالد من أول ما بدأ الموسم، قلت ما يصير، هذا مو وضع الأهلي، هذا مو وضع رئاسة نادي الأهلي، هذا مو وضع إدارة النادي الأهلي. اختيارات اللاعبين ما أدري شلون تتم، عشوائية. المحترفين، اختيارات المدربين ما أدري شلون تتم. طالبت باستقالة الأخ ماجد النفيعي، وكنت أتمنى يستقيل قبل لا يطيح الأهلي عشان لا تصير في عهده هذا الموقف. كنت أتمنى تدخل معالي وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وقتها، كنت أقول له سمو الأمير يا طويل العمر ترى الأهلي ما يرضينا أنه يكون في الصورة بهالمركز بهالموقع. ناشدت الأمير فهد بن خالد أنه يعود ولو على الأقل ينقذ الأهلي في الفترة الأخيرة وبعدين يوخر، ماكو مشكلة، لكن للأسف إلى أن يعني ما حد استمع إلى هذا الأمر، إلى أن هبط الفاس بالرأس. جاءت الفاس بالرأس بالضبط، وهبط الأهلي للأسف إلى مرتبة أو دوري درجة. يمكن البعض يقول والله احتمال الاتحاد السعودي يزيد عدد الفرق ويرفع الأهلي، احنا نتكلم بالنهاية اللي صار انه طاح درجة لمصلحة الرياضة السعودية بالتأكيد. يعني فريق من الأربعة الكبار قلعة الكؤوس يصير فيه كذي، للأسف في ظل صمت لرجالات النادي الأهلي ما نشوف لهم تحرك، في ظل صمت أعضاء الشرف في النادي الأهلي. البعض يقول لا قاعد يتكلمون قاعد يجتمعون، شو الفائدة؟ انت بالنهاية تبي حل، تبي أحد يختار لك محترفين صح، تبي مدرب صح، تبي اسماء صح، اما الوضع اختيارات المدربين والمحترفين على حسب مزاج. وانا طالبت باستقاله سواء الاخ ماجد والاخ اللي معاه نسيت اسمه مدير الكره عندهم. عموما نقول هارك للاهلاويه وخيرها بغيرها، لكن ان شاء الله كلنا ثقه ايضا في الاتحاد السعودي ان شاء الله انه يرفع عدد الانديه ويبقى الاهلي في مكانه الطبيعي في دوري المحترفين ويكون في حال افضل. واتمنى باكر او اليوم يعلن الاخ ماجد النفيعي وكل الجهاز الاداري من الالف الى الياء استقالتهم، نبي صف اخر يختارهم الامير فهد بن خالد اذا هو ما كان يبي يكون هو اللي مستلم المهمه، هو من يختار الاجهزه الاداريه، هو من يختار المدرب، هو من يختار من يستلم الفريق، ويعود الاهلي كما كان إن شاء الله إلى الفاصل.